قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في. لقاء مع الأستاذ الحسن شهبار. مرحبا متابعي ومشاهدي قناة رحلة تي في، ويتجدد اللقاء مع الأستاذ الحسن شهبار الذي كان حدثنا عن الوصفة العجيبة لمرض القولون العصبي بومزوي، واللي هي وصفة الخروب والعسل، والذي ذكر لنا تجربته والتي استفاد منها عدد كبير من متابعي القناة وانتفعوا بالوصفة التي ذكر. يتجدد اللقاء للحديث معه وسؤاله بعض الأسئلة التي كتبتموها في التعاليق لنستفيد من تجربته ولمزيد يعني بيان وتوضيح. بداية نرحب بك أستاذ حسن شهبار، بارك الله فيك على قبول يعني الدعوة. غالب الأسئلة حاولت أنا أن أركزها في ست أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول، وهو الكثير تساءل على الخروب، هل يطحن لوحده أم مع العظم الذي معه؟ وشحال المدة الكافية باش يمكن الإنسان يتوقف على تعاطي هذه الوصفة؟ واش بالفعل ممكن الإنسان يتشافى من هذا المرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أستاذ إبراهيم. طبعا هذا السؤال، هل الخروب يطحن بعظمه أو لا؟ كاين اللي كيطحنوا بالعظم ديالو، كاين اللي كيطحنوا بلاش. أنا أزيله، أنا كنت كنحيده ولا أطحنه بعظمه، لكن بعض المرات بعض الأشخاص يشارونه مطحونا، الوصفة الأصلية بدون عظم، النار اللي بديتها والشخص اللي أعطاها لي أعطاها لي بدون عظم، فأنا استعمله بدون عظم. بعض الإخوة استعملوها بالعظم ونفعت معهم، فمن استعملها بالعظم خصوصا إذا ما استطعش يتحيد، كيكون بعض المرات ذاك الخروب يعني شكله هو تيكون ما كيكونش مشحم، تيكون ضعيف بزاف ولكن يابس، وتيكون يابس ما كيبغيش يتحيد له العظم. لكن هاد الحالة هذه تخصو يطحنها عند العطار، لأنه صعب باش يطحنها في البيت، فخصو واحد الآلة تكون هذاك العظم قاصح، خصو واحد الآلة تكون يعني قاصحة شوية، هي تكون قوية ليستطيع طحنها. وإذا استطاع يطحنه مع العظم ديالو استعمله مزيان الحمد لله، الله غادي يجيب التيسير. بالنسبة للمدة، أنا الشخص اللي أعطاني قال لي 3 أشهر، وفي البداية لما جربتها فعلا جربتها أنا في حدود 3 أشهر أو 4 أشهر، وتوقفت عنها لمدة ربما وصلت إلى 2.5 أو 2 سنين، وما بقيتش كنديرها، لكن رجعت إليها لأن مازال كيجيني بعض المرات مشكل ديال الإمساك. فلما كيجيني داك المشكل ديال الإمساك وغير كيجي الإمساك كنخاف من داك الاضطراب وأنه غيرجع لي داك الشيء القديم وكذا، فمباشرة كنرجع للوصفة كنستعملها. الحمد لله كتحسن الأمور، يعني ماشي بداك الشكل اللي كان عندي قديم، وإنما تيكون داك الشيء خفيف. ولذلك الان انا من المواظبين عليها، رجعت ليها وبديت كنديرها دائما، كندير معلقه واحده بعد صلاه الفجر، وكناخذ واحد الوقت ثم بعد كنفطر ان شاء الله. فلذلك هي تختلف من شخص الى شخص. اذا الانسان وجد من نفسه انه ارتاح نهائيا فداك الشيء اللي بغينا، لقى راسو انه مازال عنده شويه الاعراض ووضب عليها ولقى راحته فيها يديرها. انا كنبه انه بعض الاشخاص يعني تواصلوا معي، واحد المجموعة قليلة على ما أعتقد في حدود 10 أشخاص تذكروا لي بأنه ما نفعاتش معهم، فما عندنا ما نديروا لهم بالغالب، الله ما نفعاتش معك يبحث عن شيء آخر يجيب الله اللي فيها الشفاء. لأنه مرض القولون العصبي هو في الحقيقة كما يقول العلماء ليس مرضا، ومرض وظيفي، المصغر ما كيقومش بالوظيفة دياله. فإذا نفعت معك الوصفة ونفعت الحمد لله مع عدد كبير، الأكثرية نفعت معهم، وإذا ما نفعتش معك بعض الأشخاص ربما تكون هناك موانع أو تكون أشياء فيجب أن تبحث. المهم هو أن المسلم لا ييأس ولا يقنط. نعم. سي حسن، بالنسبة قلت أنه لما كتعاني من الإمساك كتعاود ترجع للوصفة، هما كيقولوا بأن الخروب نافع للإسهال، يعني هو نعم كينفع الإسهال. الخروب فعلا هو كيدير الإمساك، لكن إلا كان وحده فاش كديرو مع العسل كيقضي على الاسهال وعلى الامساك، يعني بحال كيرجع، هذا بالتجربه كيرجع للمصران كيخدم بواحد الشكل طبيعي جدا، تيولي العاده ديالو الطبيعيه. غير هو فقط انا في الوصفه كنصح اللي عنده الامساك كيكثر فيها العسل، يعني كيدير مثلا ثلث
ديال الخروب والثلثين ديال العسل. الثلث من مسحوق الخروب كتزيد عليه الثلثين ديال العسل والحمد لله كتجيب النتيجة. فلذلك أنا استعمله في علاجي الإمساك. نعم. بقى لنا الشطر الأخير هو واش يعني ممكن الإنسان يتشافى باستعمال هذه الوصفة هذه؟ طبعا ممكن يتشافى. الشخص اللي عطاها لي الآن من 2000 وعطاني الوصفة في 2011، أنا كنت ذكرت أنني في الأول خفت منها وما استعملتهاش واستعملتها تقريبا حتى 2018 ولا كذا، ولكن الشخص اللي عطاها لي شفي منها، شفي يعني نهائيا، وهو الآن يمارس حياته بشكل عادي وحتى الوصفة ما رجعش ليها. ما عاودش يرجع ليها، ودابا داز يعني أكثر من 10 سنوات على استعمالي لهذه الوصفة. فلذلك وأنا أيضا يعني وجدت فرقا كبيرا، يعني راه حالتي الآن ماشي هي حالتي القديمة، فرق كبير جدا، وأنا أعتبر هذا شفاء. يعني هذا الحمد لله شفاء، مازال كنستعملها الآن، كنرجع ليها أحيانا، ولكن فرق بين الآن وبين السابق. لأن كنت بعض المرات كتقبط الفراش أسبوع جل أسابيع وأنت لا تفعل شيئا، أما الآن فيعني حتى إلى جاك الألم فيكون خفيفا في ليلة من الليالي، ثم تصبح كتصبح الحمد لله الأمور رجعت إلى حالتها الطبيعية. سي حسن، أنت أصلا كنت قلتي بأن الخروب حتى إذا استعملناه هو ما غاديش يكون مضر، بالعكس هو نافع للجسم. طبعا لا، عنده أصلا فوائد أخرى، عنده فوائد كثيرة جدا، لأن ما أنا في الحد هذا ما وقفتش على زعما شي ضرر من الأضرار التي يسببها أو له أثار جانبية. في الحقيقة ما أدري، خروب مادة طبيعية، فاكهة جافة من الفواكه الجافة، تكلموا عليها العلماء ديال التغذية. العسل خلاص معروف وذكره الله عز وجل في القرآن، فهذه الوصفة يعني في حد ذاتها إلا ما استفدش منها الإنسان لن تضره، الله أعلم. يعني هذا هو اللي تنقول، اللهم إلا كان شي واحد عنده مثلا مشاكل مع العسل، ناس ديال السكري أو غير ذلك، فهذا ضروري من استشارة الطبيب. نعم، في هذه الحالة سي حسن ممكن استعمال أشياء أخرى بدل العسل؟ كاين بعض الأشخاص اللي استعملوها مع الماء الدافئ ونفعتهم، بل اتصل بيا بعض الأشخاص يقول لي أنا كناكلو هكاك، يعني يجبد الخروب وكياكلو، قال لي كناكل في الصباح نص حبة وفي الليل نص حبة وكنشرب من وراه الماء، قال لي والحمد لله حسيت بواحد التحسن. فلذا هنا شوف، هي المساله تجربه، انا ماشي مع مرض عنده دواء غتمشي كذا وغادي توصل نتيجه، لا، هي تجربه. فعندك هذه التجربه انت يعني يجب ان نقولوا تأقلمها مع جسدك، شوف ما شنو يقبل منك. نفعات مع العسل ديرها مع العسل، نفعاتك مع الماء ديرها مع الماء، نفعاتك بحديثها ديرها بحديثها، فانت خصك تجرب جميع يعني جميع الحالات. هو بالنسبة لك حسن القضية ديال العظم، أنا كنت جربت بدون عظم، كانت سهلة وأيسر في الهضم. نعم، وفي الاستعمال، لكن مع العظم كانت شوية بحال ما أنا في الحقيقة لم أجربها بالعظم ولا أشجع على تجربتها بالعظم، لأن هذيك صعيبة ماشي هذيك العظام. لا ما أذكر أنه مرة السي الفايد الله يجازيه بخير كان كيتكلم عليها، ديك العظومة اللي كتكون في الفواكه كتكون قاصحة، هو كان تيقول واحد الكلام، يقول لي حكمة من الله عز وجل جعلها قاصحة باش ما نكثروش منها، لأنه هي قليلها مفيد وكثيرها ربما يكون له ضرر. هذا كلام ديال السي الفايد، ولذلك أنا ما ننصحش أن الإنسان يستعملها بالعظم دائما، لأن هذيك العظام ما دام أنها قاصحة فحتى باش الإنسان ما ياكلهاش. الخروب سهل يمكن لك تاكله، العظام ما تقدرش تاكلها، فالله اعلم. ولكن الا جربتيها انا ما نقدرش يعني نجزم في هذه المساله هذه، لان انا ما كنجربهاش بالعظم، وعندي واحد النوع ديال التحفظ من طحنها بعظمها، ولذلك دائما كننصح بازاله العظم. الا شي مره ما تزولكش العظم وطحنتيها ماشي مشكل، ولكن ما تجعلش دائما الوصفه بدون بعظمها، لا، من العظم الافضل اللي تحيد، او مره حيده ومره خليه مثلا. نعم، بارك الله فيك. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في.